مجددا تنفي القاهرة إجراء ترتيبات أمنية مع تل أبيب بشأن الحدود مع قطاع غزة التي سيطرت عليها إسرائيل وتصر مصر على الانسحاب منها، نفي يكذب ما نشرته وكالة رويترز بشأن مناقشة الطرفين المصري والإسرائيلي آلية لمكافحة التهريب على الحدود بين غزة ومصر عبر نظام مراقبة إلكتروني. ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها مصادر إسرائيلية عن وجود شكل من التفاهمات أو الترتيبات مع مصر في هذا الشأن، لذا لم تكتف القاهرة هذه المرة بالنفي، بل اتهمت أطرافاً إسرائيلية لم تسمها بإطلاق مثل هذه الشائعات في محاولة للتغطية على الإخفاقات الإسرائيلية في قطاع غزة. يأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لا يزال متعثراً حول وقف إطلاق النار. مصادر مصرية رفيعة تؤكد استمرار وجود نقاط عالقة تتجاوز ما سبق الاتفاق عليه وتعيق إحراز تقدم في المفاوضات، تصريح يتناقض مع تقارير صحفية أمريكية تشير إلى تقدم سجلته الجولة الحالية. أجواء ينخفض معها منسوب التفاؤل بشأن فرص التوصل إلى اتفاق تهدئة لا يزال بعيداً على الأقل في الوقت الراهن. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، القاهرة.